Bismillah, salam, salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هل أعددت ابنك للمستقبل؟ هذا سؤال أوجهه للآباء. إخواني الآباء، أبنائي الطلاب، إخواني المتخصصون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال مرة أخرى، هل أعددت ابنك للمستقبل بشكل جيد؟ العلم سلاح المستقبل، إنه السلاح الذي إذا أمتلكه ابنك نال احترام وتقدير الآخرين. معظم الحضارات تقدر العلم والتعلم، وفي مقدمتهم الحضارة الإسلامية. وكما هو معروف عن تاريخنا المجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرر بعض الأسرى معركة بدر بعد قيامهم بالتعليم مهارة القراءة والكتابة لمجموعة من المسلمين. وبهذا قد لقننا رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا في أهمية محاربة الجهل الذي يعتبر العدو الداخلي وتقديمه ونقدمه على محاربة العدو الخارجي. نحن نعيش في مجتمع يقدر العلم ويوفر له ميزانية ضخمة، ولنا أن نستفيد من هذا الآن من أجل أن يكون لأبنائنا مستقبل واعد. فلتنظر كل نفس ماذا قدمت لغد. البعض منا يرى المستقبل بأنه عالم غامض لا يرى فيه شيء، والآخر يرى فيه عالم فارغ لا يحتوي على شيء. نحن في Eritrean Professionals نعمل من أجل وضوح الرؤية. أدعوكم أن تشاركوا في تلوين مستقبل أبنائنا من الإريتريين المتخصصون مع الإريتريين المتخصصون، لنرى أولادنا لابسين ملابس بيضاء كالأطباء وهم ينقذون حياة الناس، والقبعة الصفراء كالمهندسين المعماريين وهم يحددون معالم المدن. Eritrean Professionals تسعى إلى رؤية واضحة لمستقبل أبنائنا في هذه البلاد. تدعوكم أن تكونوا معها هذه الصورة، وسوف نرسم التاريخ إليه معا إن شاء الله تعالى. Eritrean Professionals في مرحلة التأسيس وتهدف لدعم طلاب مرحلة الثانوية وما فوق حاليا لتصلوا بهم إلى مستوى الدراسات الجامعية، وندعم الآباء والأمهات ليساعدوا أبنائهم في تحقيق النجاح الأكاديمي. وسوف توسع نطاق المستهدفين في المستقبل إن شاء الله. وما هذا اليوم المفتوح إلا بداية طريق نحو العمل المتطور لخدمة جيل المستقبل. أدعو جميع الأخوة أن يدعموه بقوة. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر جميع من ساهم بإقامة هذا اللقاء، وفي مقدمتهم الآباء المهتمين والشركات الداعمة لهذا وجمعيات مساهمة. أتمنى لكم اليوم برامج مفيد وممتع إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.